ازاي نقدر نستغل الاجازة اللي احنا فيها دلوقتي وتقدر تحقق ربح وانت قاعد في البيت؟ السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن 3 طرق للربح من الانترنت. الثلاث طرق مضمونين 100% وهيضمن لك ربح بعد تعب ومجهود كبير انت هتبذله. اول حاجه معانا وهي الربح او التسويق بالعموله على موقع سوق.com. يعني ايه الربح او التسويق على موقع سوق.com؟ يعني وليكن مثلا انا هاخد منتج، اول حاجه طبعا بعمل حساب، وليكن مثلا هاخد منتج زي الموبايل وعايز اروجه، اروج اخد الرابط بتاع الموبايل وابدا اروجه في كل مكان. يعني مثلا اعمل بيج على الفيسبوك وابدا انزل فيه المنتجات، وكل حد هيخش يشتري المنتج ده من خلالك انت، من خلال الرابط اللي انت نشرته، تبدا تاخد نسبه ربح عليها. كل مكان المنتج ده غالي كل ما انت نسبه ربحك بتزيد. اعمل ازاي ده ولا اشتغل ازاي على الموقع؟ في رابط في الديسكريبشن بيتكلم عن شرح كامل من اول ما تعمل حساب لحد ما تبدا تعمل الرابط وتسوق له على مواقع التواصل الاجتماعي بالتفصيل. دي اول طريقه معانا. الطريقه الثانيه معانا وهي بلوجر. بلوجر يعني المدونه. يعني ايه المدونه؟ طبعا كلنا بنسمع عن ازاي ان احنا نعمل مدونه وازاي ان احنا نشتغل عليها. طبعا المدونه شغلها جميل جدا وبسيط وسهل، انك تقدر تشتغله من على الموبايل او الكمبيوتر اللي متوفر معاك تقدر تشتغل من عليه. ايه المدونه او ايه فكرتها؟ بسيطه كده. طبعا في كورس في الديسكريبشن برضو هسيبه لك بيتكلم عن اول ما تنشئ المدونه لحد اخر حاجه في المدونه، لحد كمان هتلاقي مواقع بدائل لادسنز انك تحقق ربح او تضيف اعلانات في المدونه وتحقق منها ربح لحد ما تتقبل في ادسنز. طبعا ادسنز ليه شروط انك تتقبل، برضو هتلاقيها في الكورس اسفل الفيديو ده. فكرة المدونة بسيطة جدا، انك تنشأ مدونة. ازاي الفكرة او ازاي انا مثلا شخص بعرف اعمل اقول كلمات او اعمل شعر. طبعا تبدأ تكتب في المدونة بتاعتك الكلام ده كله وتنسقه بطريقة ان الناس تخش تقرأه زي كتاب، وتبدأ تحط الكلمات المفتاحية وتظبط المقال بتاعك. ممكن كمان لو انت شخص تعرف او بتفهم في التكنولوجيا تقدر تكتب كلام وتحط صور بتدل على الموضوع ده وتشرح للناس. او ممكن كمان حاجة سهلة انك تدي الناس نصايح، لو حد عايز يشتري لابتوب بتكتب له مثلا افضل 10 نصايح ان هو ينزل يشتري اللاب ده، او مثلا الكمبيوتر المكتبي تكتب له نصايح ازاي يشتريه وازاي الامكانيات الاحسن وانهي شاشة افضل وانهي كيسة احسن، انهي ماركة اتش بي ولا ديل كده، بتدي الناس نصايح. طبعا لو انت مثلا عايز تكتب اخبار، لو عايز انت تكتب اخبار كرة قدم، اخبار عامة مثلا زي الحوادث، السياسة، اي حاجة انت عايزها. بس في الموضوع ده كله ابعد عن انك تاخد كوبي من حد وتحطها عندك على طول، ده مش هيخليك تقبل في ادسنس نهائي ومش هتحقق ربح وهتضيع مجهود وتعب انت عملته. انك تكتب الخبر اللي تشوفه ده باسلوبك انت، يعني تكتب انت باسلوبك، وطبعا ما يقلش عن 20 سطر، يزيد عن كده ماشي. طبعا في الكورس هتلاقي في كل حاجة بتتشرح بالتفصيل، وان شاء الله تستفادوا من الكورس ده. ونيجي بقى للطريقة التالتة وهي طريقة شغل حقيقي وبجد، اللي هو ازاي. طبعا كل اللي فات ده حقيقي وبجد طبعا، بس ده عايز شغل افضل وعايز حد متمكن. ازاي؟ موقع مستقل ده عبارة عن انت بتقدم خدمة او انت عايز خدمة. ازاي؟ لو انت بتقدم خدمة وايه هي الخدمة اللي انت هتقدمها، ولو انت عايز خدمة ايه الخدمات اللي انت ممكن تحتاجها من موقع زي ده. اول حاجة انا مثلا حد بفهم في الفوتوشوب كويس جدا وبعرف اصمم وبعرف اعمل اي حاجة على الفوتوشوب. بتبدأ انت تخش على الموقع ده وتعمل حساب عليه. طبعا هتلاقي فيديو ازاي تعمل حساب في الديسكريبشن هسيبهولك، ازاي انك تعمل الحساب وتبدأ بتعمل تصفح على المشاريع بتاعتك اللي انت بتفهم فيها. يعني ايه؟ يعني مثلا في ناس بتبقى محتاجة تعمل تصميم او لوجو للقناة، تصميم او لوجو للمدونة، تصميمات صور لشغل المنتج لاي حاجة. بتبدأ انت تكتب في التعليق للشخص اللي هو محتاج، انا مثلا بفهم في الموضوع ده واقدر اقدم لك خدمة وفي اقل مثلا من يوم او يومين. طبعا الربح او فلوسك هتاخدها ازاي؟ الفلوس الموقع هو اللي بيحددها. يعني ايه هو اللي بيحددها؟ انت طبعا بتكتب السعر اللي انت عايزه او المجهود اللي انت يعني تقيم مجهودك انت وتكتب السعر.
مثلا وليكن 5 دولار، دي اقل حاجة طبعا في الموقع، 5 دولار مثلا على تصميم صورة، بتبدأ تقول له انا هاخد كذا على تصميم الصورة دي، بيبدأ هو يتواصل معاك ويقول لك اعرض لي شغلك، او مثلا اعرض لي اي حاجة المنتج انت عملتها قبل كده. وبرضو ازاي ناس كتير بتسأل ازاي اضمن حقي، او ازاي ان انا اسحب الفلوس من الموقع. اول حاجة لو انتوا من نفس الدولة وليكن مثلا من مصر، تقدر تعمله زي مثلا تديله رقم الحساب بتاعك في البنك ويبدأ يحول لك عليه الفلوس ده الموقع، او لازم يكون عندك موقع الكتروني زي بايبال وبايونير تقدر تسحب من عليه الفلوس. طبعا الموقع بيضمن حقك وحق اللي انت بتعمل له الشغل. ولا افترض مثلا انت ما بتفهمش في الفوتوشوب والحاجات دي كلها، تقدر لو انت محاسب او لو بتفهم في الهندسة، في ناس كتير بتطلب حاجات انها تقدر تصممها، او مثلا حسابات مطعم او حسابات اي حاجة فبتنزلها. لو انت مثلا بتفهم في البرمجة، تقدر لو انت مبرمج، واحد ناس كتير بتطلب حاجات كتير في البرمجة وعايزين يعملوها فبينزلوها على الموقع. الموقع ده يا جماعة شغال 24 ساعة وعليه ملايين من الناس. لو انت فعلا في الاجازة وانت قاعد في البيت تقدر تفهم الموضوع ماشي ازاي، وتقدر تحقق ربح كويس في الوقت اللي انت قاعد فيه، وطبعا مش محتاج مجهود ولا تعب. انت دلوقتي ازاي عرفت انك تقدم خدمة للناس على الموقع المستقل ده؟ طب انت عايز خدمة، طبعا الموضوع العكس، انت مثلا عايز تصمم اي لوجو او اي صورة تقدر تقدمها، ناس كتير هترد عليك في ساعتها. عايز تبرمج مثلا تطبيق، ناس كتير بتطلب تطبيقات مثلا لمحلات ليها، او تطبيقات ان هي تستخدمها في المواقع زي المدونة وتنزل عليها اخبار، زي او مثلا تطبيق زي لو انت بتتكلم في المدونة عن اخبار، تعمل تطبيق عن كرة القدم. كل ده لو انت قدمته في الموقع ناس كتير هتساعدك. وطبعا الموضوع مش برمجة وكده بس، في كل حاجة انت ممكن تتخيلها. طبعا هسيب لك رابط للشرح للموقع ده، ازاي انك تعمل حساب عليه، وازاي تقدم خدماتك، او لو انت عايز حاجة من الموقع ده. وبكده وببساطة نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو علشان يوصلك كل جديد. وانتظروا الفيديو اللي جاي، هيبقى مراجعة للموبايل ريلمي سي 3. والسلام عليكم ورحمة الله.